في رد آخر لسؤال قناة الفلوجة بشأن نسبة التلوث اليومي في الأنهر، كشفت لجنة الصحة النيابية عن أرقام مرعبة من الملوثات الملقاة في نهر دجلة، تقدر بنحو 12 مليون متر مكعب من الملوثات ومياه الصرف الصحي، مشيرة إلى أن وحدات معالجة المياه ما تزال دون مستوى الطموح. نتابع. في الواقع 12 مليون متر مكعب يوميا من الملوثات ومن مياه الصرف الصحي تذهب إلى نهر دجلة. هناك حقيقة وحدات معالجة ولكن بدون مستوى الطموح. هناك محافظات لحد هذه اللحظة حقيقة مياه المجاري أو الصرف الصحي حقيقة تدخل في النهر دون أي معالجة. في بغداد هناك معالجات، أيضا هناك وحدات معالجة في بعض المستشفيات، ولكن هي أيضا حقيقة لدينا ملوثات من النفايات الطبية سواء السائلة والصلبة، ولكن بالتأكيد وزارة البيئة ولجنة الصحة والبيئة والحكومة تتابع هذا العمل بشكل جيد.